محمد سيد الكونين الثقالين الفريقين من عرب ومن عجم فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوا في علم ولا كرم دعمت داعة النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكم فانسب إلى ذاته ما شئت من شرف وانسب إلى قدره ما شئت من عظم فمبلغ العلم فيه أنه بشر فأنه غير خلق الله كلهم جاءت لدعوتي الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحديث العميم فلن يضيق رسول الله جاءك به إذ الكريم تجلى باسم منتقم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.